وينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة المفكر الإسلامي والفقيه القانوني دكتور محمد سليم العوا. أهلا وسهلا بك دكتور محمد. بداية، كيف تلقيت خبر استشهاد واغتيال إسماعيل هنية؟ تلقيته بمزيج من الحزن الشديد ومن الفرح البالغ. أما الحزن الشديد فلفراقه وافتقاده. لقد كنا معا يوم الجمعة الماضي، يوم الخميس الماضي، في سهرة طويلة في داره في الدوحة، وفوكيت اليوم بخبر الاغتيال، أو صباح أمس بخبر الاغتيال. أما الفرحة فلأنه ارتفع شهيدا، والشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، ونحن نرى فيهم ذروة الإيمان وذروة الإخلاص وذروة القدرة على الصبر على الشدائد، ويقدمون حياتهم أرواحهم فداء لما آمنوا به. ولا زال الشعوران، الحزن والسرور، ينتابني كل منهما بعد الآخر، وأسأل الله أن يوفق إخواننا في حماس إلى الاستمرار في المسيرة وإكمال الرسالة إن شاء الله. طيب دكتور، هل اغتيال قادة المقاومة مثل إسماعيل هنية على سبيل المثال هو انتصار لإسرائيل يغير معادلة الصراع كما تروج؟ لا، الحقيقة هو انكسار لإسرائيل، لأن الذي لا يستطيع أن ينتصر في ميدان القتال ويلجأ إلى اغتيال القادة السياسيين المدنيين بالطرق الخسيسة التي رأينا استعمالها مع إسماعيل هنية ومع الحاج محسن رحمة الله عليهما ومع غيرهم من قبل، هذا دليل الضعف وليس دليل القوة. هذا يغير المعادلة ضد إسرائيل. لماذا؟ لأن الشعب الفلسطيني والشعب العربي في كل مكان، حتى في الأماكن التي لا يمكن للشعب أن يعبر فيها عن رأيه، شعوره هو دعم المقاومة وإسنادها وتأييدها، وهذا كله يصب ضد مصلحة إسرائيل وليس في مصلحتها. واغتيال هؤلاء القادة ينشئ قادة جدد. لقد اغتيل أحمد ياسين، واغتيل عبد العزيز الرنتيسي، واغتيل يحيى عياش، واغتيل من الجهاد أخونا فتحي الشقاقي رحمة الله عليه، اغتيل عشرات القادة. لم يفت اغتيال أي واحد منهم رغم قيمتهم الكبرى. اغتيل في حزب الله عباد مغنية، واغتيل قبل يومين الحاج محسن فؤاد شكر. هذا كله لا يفت في عضد المقاومة. هذا يدفعها إلى إنشاء مزيد من القيادات القادرة على ملء هذا الفراغ وعلى الاستمرار في المقاومة إلى أن يحصل النصر القريب إن شاء الله على العدو الصهيوني. طيب، في ذات الجزئية التي تتحدث عنها دكتور، ما الذي يعنيه عمليا أن تغتال إسرائيل رئيس الوفد المفاوض أمامها في تلك المفاوضات الجارية الآن؟ يعني أنها لا تريد المفاوضات، ولا تبحث عن توقف الحرب والقتال، ولا تفكر في الشعب الفلسطيني الذي يباد عشرات منه كل يوم. وصلنا إلى نحو 40,000 شهيد وحوالي 200,000 جريح أو أكثر. فإسرائيل لا يهمها شيء، تقول بهذا الاغتيال وباغتيال الحاج محسن رحمة الله عليه، تقول أنا لا يهمني المفاوضات ولا يهمني الحلول السياسية ولا يهمني السلام في المنطقة، أنا يهمني أن أكون سيدة هذا العالم بتخويفه وإرهابه وإزعاج قادته وإزعاج شعوبه باغتيال قادته. لكن الرد يأتيها إن شاء الله من كل القوى المقاومة عبر العالم العربي كله، وليس من لبنان ومن فلسطين وحدهما إن شاء الله. بمناسبة ردود الفعل، كما ذكرت دكتور، أي حدث فلسطيني بهذا الحجم من الطبيعي أن يولد ردود فعل على المستوى الشعبي والمستوى السياسي. كيف رصدت ردود الفعل سواء على المستويين؟ الأهم رد فعل أنا يعني لاحظته وسررت به هو رد فعل مشيخة الأزهر الشريف في القاهرة، التي أصدرت بيانا صادقا حقيقيا يعبر عن استنكار هذا الاغتيال وإدانته وإدانة القائمين به. أنا في مصر أرى الناس كلهم يستنكرون وكلهم يودون لو استطاعوا عمل شيء، لكن الظروف تحكم عليهم بما لا يحبون أن يكون، وهذا الحال هو في كل الدول العربية. أعتقد أن الشعب العربي في كل مكان يود أن يعبر عن استنكاره وعن ألمه وعن إدانته لهذه الأفعال الإسرائيلية الخسيسة، لكن ليس كل ما يتمنى المرء يدركه.
دكتور، بخصوص هذه ردود الفعل الشعبية والرسمية، هناك ردود من بعض الدول تجنبت ذكر اغتيال إسماعيل هنية على وجه التحديد، وتحدثت بشكل عام عن الاغتيالات وعن هذه السياسة الإسرائيلية، ودانت هذه السياسة دون ذكر وتخصيص اغتيال إسماعيل هنية. لماذا برأيك، وكيف تعلق على هذه الواقعة؟ أظن أن الدول التي فعلت هذا عندها موانع داخلية وموانع من العلاقات السياسية مع الولايات المتحدة ودول أوروبا المؤيدة لإسرائيل، تجعلها في موضع الذي قال فيه الشاعر: في فمي ماء وهل ينطق من في فيه ماء. هم مقيدون بطرق مختلفة، ونتيجة هذه القيود لم يستطيعوا التعبير الصريح عن إدانة اغتيال القائد إسماعيل هنية الذي هو أحد شرفاء هذه الأمة وأبطالها ونجباء أبنائها، وتركوا هذا لشعوبهم تعبر داخل أنفسها، لأن الشعوب نفسها غير قادرة على أن تخرج في تظاهرة أو تخرج في مسيرة أو تخرج في ذلك. غدا الجمعة، وأظن أننا سنرى في كثير جدا من مساجد العالم الإسلامي صلاة غائب على روح إسماعيل هنية رحمة الله عليه، وقد نرى خروج الناس بعد الصلوات في بلاد كثيرة تعبر عن إدانتها لهذا السلوك العدواني الشائن الذي يرتكبه العدو الصهيوني كل يوم. عندما تخسر إسرائيل دكتور في غزة وتحارب على عدة جبهات، بل وتستنزف على هذه الجبهات كما في جبهة لبنان وكذلك بما يخص ويتعلق باليمن، ثم تقوم حاليا بمحاولة توسيع هذه الحرب عبر ضربات متتالية في عواصم مختلفة لما يسمى بمحور المقاومة، ما الذي تريد إسرائيل أن تحققه الآن؟ لماذا تريد لهذه الحرب أن تتسع؟ هي تقول أو تريد أن تقول: أنا قوية وقادرة على النيل من قادة الجهاد وقادة المقاومة في كل مكان وفي أي مكان يذهبون إليه. إسماعيل هنية مقيم في الدوحة منذ نحو سنتين، وبيته معروف ومكانه معروف، لكنهم لم يحاولوا اغتياله في الدوحة، انتظروا حتى يكون في طهران لكي تكون المشكلة أكبر وأعمق، ويكون الشعور بأن يدهم طالت من يحسبونه عدوا لهم وهو عدو لهم بالفعل في أي مكان يكون فيه حتى في إيران. هذا ليس إلا نوعا من محاولة القول: أنا هنا وأنا قوي وقادر، لكن هذا في الواقع يدل على الضعف وعلى عدم القدرة على الثبات في الميادين، في ميادين القتال. هم يضربون كل يوم في غزة وفي رفح وفي خان يونس وفي الضفة الغربية وكل مدن فلسطين، ويقصفهم حزب الله كل يوم بالصواريخ ويرسل مسيرات وما إلى ذلك. الحوثيون فعلوا بهم الأفاعيل. المقاومة الإسلامية في العراق استطاعت أن تضرب حيفا وما حولها، فالصهيوني يشعر بقرب النهاية، يشعر بقرب الهزيمة، يشعر بتغير الوضع العسكري والسياسي في المنطقة، على الرغم من مصادقة بعض الحكومات والدول لهم. يشعر بأن الشعوب على غير هذا السبيل، وأنها ماضية في سبيلها الذي سينتهي إن شاء الله بإزالة إسرائيل واستعادة أرضنا في فلسطين كاملة. فإسرائيل لا تريد توسيع نطاق الحرب. إسرائيل تريد أن تقول: أنا قادرة على إزعاجكم، على قتل قادتكم، لكن هذا لا يؤثر في مجريات الأحوال في الميدان على الإطلاق. بالعكس، هذا يزيد المقاومة صلابة وعنفا وإصرارا وتصميما على الانتهاء من هذه المعركة بالنص المبين إن شاء الله. ونحن في هذا اليوم 300 من العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، عشرات ألاف الشهداء دكتور، دمار واسع. هناك سؤال يطرح دوما في الواقع: هل ما حدث في 7 أكتوبر يستدعي كل هذه التضحيات؟ هل كان قرارا صحيحا دكتور من وجهة نظرك؟ أنا أعتقد أنه كان قرارا صحيحا جدا، وأنه جاء في وقته، وأنه لو لم يتم اتخاذ الخطوة الأولى من جانبنا لكانت إسرائيل قد اعتدت الآن على غزة والقطاع والضفة وعلى جميع أنحاء فلسطين كما تفعل. إسرائيل لا تنتظر 7 أكتوبر لكي تعتدي علينا. إسرائيل كانت تعتدي في كل يوم وفي كل وقت ولا يهمها شيء. لأول مرة يا أخي، كما ذكرت كثيرا على قناتكم، لأول مرة يأخذ المقاومون زمام المبادرة ويواجهون هذا العدو مواجهة شجاعة تؤدي به إلى التخبط
والربكة والحيرة التي نشاهدها في الشارع الإسرائيلي كل يوم حتى الآن، بل بين القادة الإسرائيليين أنفسهم. لم نرى قادة إسرائيل في أي معركة سابقة منقسمين، هذه أول مرة ينقسم قادة إسرائيل، المعارضون والوزراء وقادة القوات المسلحة السابقون والحاليون، كل فريق في اتجاه، بل الشعب، أهالي الأسرى الموجودين في غزة أو في فلسطين على وجه العموم، الشعب كل يوم في إسرائيل خارج يقول للحكومة استقيلي أو اسقطي أو ما إلى ذلك. فالذي حدث في 7 أكتوبر يساوي دماء الشهداء، طبعا شهيد واحد أغلى من كل من يقع من الصهاينة قتيلا أو أسيرا، لكن دماء هذه الشهداء تثمر وتروي الأرض وتنتج قادة ومقاومين شجعانا يستطيعون أن يستمروا في القتال حتى النصر إن شاء الله. وقلنا كثيرا إن قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، وقال ربنا من قبل إن تكونوا تألمون فإنهم يألمون كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون. فنحن على الكفة الراجحة وفي الضفة الناجحة، وإن شاء الله مصيرنا إلى النصر بإذن الله. شكرا جزيلا لك دكتور محمد سليم العوة، المفكر الإسلامي، كنت معنا من القاهرة.